السيد الفاضل زوجها لو بيصل الأمور وبيوزنها ميزان صح ان انت مكان جوزك يعني كانت هي زوجتك وطلقتها وهي كافحت بصوتي. عارف يا باشا الخطوبه دي عامله زي ايه؟ زي ما تكون عطشان ونفسك في كوبايه ميه، حنفيه قدامك وكوبايه في ايدك بس الماء مقطوع. طب بذمتك يا صاوي، وحياه دينك يا شيخ، والاسلام ده مش غريب، ده من ارجل العيال اللي عندي. ما حاولتش تاخد بق من الكوبايه. ما تحرجنيش بقى يا باشا بقى. يا ولاد العفاريت. طب يا عم الحاج خلص بقى واخلص. يا باشا انت عارف جرام الذهب بقى بكام؟ جرام ذهب ايه؟ انت لو مالي دماغ البيت لا يفرق معاها دهب ولا فضه. ما هي المشكله مش فيها هي، المشكله في امها هي اللي قافشه عليا. بقول لك يا صاوي، الموضوع ده ما ياكلش معايا، انت مش مالي الزمبالك. البت من دول لو انت مليت الزمبالك من اهو ولا يفرق معاها ابوها ولا امها ولا الجن الازرق. تهيألك يا باشا. تهيألي ايه ده؟ انتوا عيال الخرعه. الو، في ايه بس؟ امتى الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. خير يا باشا. حضر لي ثلاث رجاله في البوكس. خير. وشقة سادات. شقة مين دي؟ لا تمام. استعجل لي بس اذن النيابه. لا ما تقلقش. يلا في حفظ الله، سلام يا حبيبي. تمام يا رجاله؟ تمام. مفيش أي أثر للمجرمين؟ مفيش أي حاجة يا فندم. طب اتكلوا على الله استنوني في البوكس، أنا جاي وراكم. عايز مني حاجة يا باشا؟ استغناش عنك يا بابا. طمنيني بس على عمتك عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله نامت. خليكي معاها لغاية ما ندهلك ان شاء الله. حاضر يا باشا. يا صاوي. ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ انا معايا براد اهو، جار الست سامية. انا جرجرته في الكلام، واضح ان عنده معلومات مهمة. تحب اجيبه لك تكمل معانا؟ يا ريت. تعالى يا براد. يا اهلا وسهلا. عبد الله. ازيك يا بره. اتفضل. احكي يا براد والايمن بيه عن الست ساميه البراويه. مش لوحدها يا باشا، وبنتها كمان، صوتها عالي على طول، مفيش حد في الحته يعرف عنها حاجه. بتخرج اول النهار وبترجع بالليل، بتروح فين وبتعمل ايه ما نعرفش. مفيش حد في المنطقه ما يعرفش اللي بينها وبين الواد تلاعب بتاع البتشام، والله اعلم مين كمان.
الواد تلاعب ده ما حدش له كلام معاه في الحته. واد شمال ولبط، واللي سمعناه انهم مقضينا مع بعض يا باشا. مقضينا مع بعض ازاي يعني؟ استغفر الله العظيم يا باشا، ربك ستار حليم. ايوه يعني ايه اللي جاب الكلام ده كله لحادثه السرقه بتاعت النهارده؟ واحده زي دي سكتها سالكه مع واد عفش زي تلاعب ده، اكيد سكتها سالكه مع غيره، والصنف ده البتشام واكل دماغه، واكيد رجله واخده على البيت. امال عرفوا منين ان في صيغه؟ اكيد رجليهم دايسه المطرح. استغفر الله العظيم. يعني انت بتقول ان تلاعب هو اللي عمل السرقه دي؟ مش شرط هو يا باشا، المنطقه دي مليانه عيال من العينه دي، والعيال دي ما وراهاش حاجه غير ضرب البتشام ورمي البلد، واكيد اي حد منهم سمع وحط على المطرح. بقول لك يا برادو، انت عندك بنت اسمها رضا فعلا ولا ده اسم شهره؟ اه يا باشا، البكريه. طب كويس، شكرا يا برادو. اقوم يا باشا. تقدر تتكل على الله. شكرا يا باشا. بقول لك يا برادو، امرك يا باشا. لو كنت قلت يعني كلمتين بطلين في الولايه اللي جوه دول وطلعوا مش صح، بعد عليها في الاسم وقول لي انهم مش صح عادي، كلنا بنراجع وجهه نظرنا، احتمال تطلع غلطان ولا فاهم غلط، خصوصا بقى لما يكون راجل عنده بنات ونفسه ربنا يسترهم. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي اللي سمعته. اتكل على الله. يلا. حاضر يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اخبارها يا رباب؟ الحمد لله نايم. اقعدي يا رباب. طب ايمن بيه، انا هاخد رجاله اسبقك على الاسم. عايز حاجه؟ ماشي يا صاحبي. سلام عليكم. سلام عليكم. على فكره يا باشا، انا عارفه مين اللي ورا الموضوع ده. وانا كمان، بس عايزك ما تقلقيش، كل حاجه بوقتها يا رباب. اقول لك حاجه يا باشا، انا اول مره احس يعني ان الخوف راشق في قلبي كده. يعني خوف ايه بس؟ من ايه؟ انت شفت بنفسك يا باشا الناس اللي في بالي وفي بالك، اول ما دهسوا دهسوا الوليه الغلبانه اللي شايلاني طول عمرها وشايله الدنيا دي كلها فوق دماغها. ما تقلقيش عليها، هما مش هيقدروا يعملوا حاجه دلوقتي، ده كارت ارهاب واحنا عارفين الموضوع ده كويس. اهم حاجه بس تخلي بالك منها وان شاء الله هتبقى زي الفل. وانت كمان خشي نامي بقى وانسي الموضوع خالص وسيبيها على الله. احنا لينا غيره يا باشا، والله سايبها على الله، ملناش غير. طيب بكره ان شاء الله هستناكم الساعه 4 العصر، انا في المحضر انت وعمتك، تتكلوا على الله. حاضر يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. لا يخليك يا باشا. يا فري. صباح الخير. صباح الفل. ازيك؟ الحمد لله. قوليلي عامله ايه في الشغل؟ تمام ماشي الحال. طب كويس. تشربي ايه؟ ايه يا حبيبتي، لسه شاربه قهوه قبل ما اجي. لا هتشربي شاي معايا. ماشي يا ستي حاضر. ثانيه واحده هعمله ايه؟ طب انا هاجي معاكي. لا خليكي مرتاحه، ده انا هعمله في ثانيه. ومام هنعمله مع بعض. يلا خش. قشطه. اخبار عمر ايه؟ تمام، مسافر سينا كام يوم وبنتكلم بالتليفون. مسافر يغير جو؟ يعني تقدري تقولي كده، اصل بقاله كتير ما ريحش. كويس. طب وناوي يعمل ايه بعد ما ساب الداخليه؟ والله ما اعرفش، هو اساسا سافر هناك عشان يفكر في الموضوع ده برواقه، يعني من غير اي ستريس. عندي كروسال جنن لسه طازه. لا 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 ميرسي، انا مش قادره، وبعدين انا فطرت قبل ما اجيلك. ايه دي معلقه عشان السكر من فضلك. ماشي. هو انت بتشربي؟ لا انا كان عندي واحده صاحبتي كانت بتقضي معايا يومين، وهي من النوع اللي بيشرب، فهي نسيت عندي. طيب بس بيخلي بالك يا سلمى،
اصل لو عمر جاي يسألك فجأة وشاف الحاجات دي عندك هيتضايق قوي. اه اكيد، بس عمر برضو عرفتي. مش شرط يا حبيبتي، الناس دماغها وتفكيرها بيتغير مع الوقت، واحنا ممكن تفكيرنا يتغير حسب الناس اللي حوالينا. يعني انت دلوقتي احساسك بالناس اللي حواليك مش هيتغير بعد وفاة راضي الله يرحمه؟ الله يرحمه. انت صح، بس في حاجات ثابته ما بتتغيرش. يلا نشربش. يلا. ايه يا حبيبتي، انا عاوز اسالك على حاجه. انتي تعرفي مطعم اسمه ساتان غوش؟ آه. هو سكرك ايه يا روحي؟ مظبوط. قوليلي بقى، تعرفي مطعم اسمه ساتان غوش؟ هو المظبوط ده معلقه ولا اتنين؟ يا سلمى، عليا شافتك من كام يوم في المطعم ده. غريبه، ما خدتش بالي. ما هي قالت. قالت لك ايه؟ قالت لي ان انتي ما كنتيش واخده بالك من اي حاجه خالص. اه، اصل احنا كنا كتير. سلمى، انت فاهمه قصدي كويس؟ لا سوري مش فاهمه. قالت لي ان انت كنتي شاربه كتير يا سلمى. وهي عرفت منين بقى ان انا كنت شاربه؟ شافتك. انا كنت ماسكه في ايدي باور درينك. ماشي، يمكن هي شافت غلط. اكيد هي شافت غلط. طب يا سلمى يا حبيبتي، انا عايزه اطمن عليكي، انت الناس دي بتعرفيها منين؟ دول زمايلي في الشغل وصحابي من زمان. يعني صحابك بجد واثقه فيهم؟ اه، صحابي بجد واثقه فيهم. اطمني، وانا ما حدش ممكن يجبرني اعمل حاجه انا مش مقتنعه بيها. طيب يا حبيبتي، انت وراكي حاجه النهارده؟ اشمعنى؟ انا حبيت ان انا يعني ننزل مع بعض واخدك نقعد في حته نغير جو. يا ريت. مش هينفع، عندي حاجات اعملها في البيت. خليها مره تانية. خليك انت قاعده معايا شويه. بص يا سلمى، انا عاوزه اقول لك على حاجه، بس انا ما عنديش اخوات، كان نفسي يبقى لي اخت زيك. عشان كده مش حابه ان انت تزعلي مني او تحسي ان انا بضغط عليك وبتطفل عليكي. سلمى، انا حابه ان انت تحسي ان انا اختك برضه. توعديني بحاجة؟ ايه؟ توعديني ان انتي لو احتجتي اي حاجة وحسيتي بنفسك متضايقة وعاوزة تتكلمي، عاوزة تطلعي تغيري جو، تكلميني في اي وقت ان شاء الله الفجر، انا طول الوقت تليفوني جنبي ومفتوح. اوكي، خلاص؟ تعتبريني اختك من النهاردة. خلي بالك من نفسك. We'll be right back.
لحظة واحدة بس، وبعدها لو عايزة تنامي نامي. ايه يا حبيبي؟ ايه رأيك؟ ايه ده يا أدهم؟ ده تحفة بجد؟ صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا حياتي. كل سنة وانت أحلى. وانت طيب يا حبيبي، بس النهاردة مش عيد ميلادي. النهاردة عيد ميلاد درة. وهي درة كانت تيجي حلوة كده من غير مامتها المزة دي؟ لا لا انت كده بتهزر يا ادهم. لا انا مش مصدق اللي انت بتعمله ده بجد. انت بتهزر؟ بهزر ايه ده؟ ما عجبكيش؟ طب نجيب واحد بجد بقى، نكلم جو. لا لا نخليه يبعت واحد بجد. لا استنى يا ادهم، انا قصدي ان انت بتهزر يعني عشان جايبولي يوم عيد ميلاد دره. يعني عجبك؟ والله العظيم عجبني، ده تحفه. اوكي يبقى بلاها جو. ايوه كده. اوكي يا عمري. انا بحبك قوي يا ادهم، انت مجنون. انا مجنون بحبك. هو انت حقيقي؟ انا جرافيك. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ لسه بتغيري من هنا؟ لا لا ده انا اكتشفت حاجه جديده. ده هنا هنا بس هنا بس. تعالي بس راحه فين؟ تعالي بس هقول لك على حاجه. ايه الجو ده؟ الجو ايه؟ قصدك على البنوته؟ بتموت في عمر. مش قصدي على البنوته خالص على فكره. امال قصدك على مين؟ اللي جايباها. ايه ده؟ لا 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 ماليش في الكلام ده. حرام عليكي. حرام حرام. قول تاني بصوت عالي. حرام. خلاص بتعتني. ربنا يخليكي لينا وللغلابه يا شيخ. هسامحك المره دي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. نهار اسود. اوعى بقى من ام سلم. هاي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحب مرمطه معلش. هي دي بقى مرمطه الحب؟ يا ريت. ايه ده دول هناك؟ استاذنك. اتفضلي اتفضلي. بقول لك ايه بقى؟ تغسلي معايا العربيه؟ تعرفي؟ خلاص نعلمك يا باشا. بقولك اسكتي بقى. حبيبي صباح الخير. صباح النور. ايه الشكه دي يا مدام غاده؟ ميرسي يا ساندي، مش هكون احلى منك اكيد يا حبيبتي. لا انا القمر. بتحب تهزر. لا باين. هو سليم انا؟ طبعا موجود. يا منى سلفان، شوفي البضاعه بقى وافرزيها ونادي لي سليم. هتلكك. بطلي. بتحب تهزر قوي. لا دمها خفيف بس بصراحه هي عندها حق. ما شاء الله عليكي يا قمر. ميرسي يا حبيبتي. حرام عليك يا شيخه المجهود اللي انا عمال اعمله في العربيه، وفي الاخر تبهدليها البهدله دي كلها. انت عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ تعمل ايه؟ ماشي. شايفه السفنجه اللي كنا بنرسل بيها العربيه دي؟ انت محتاجه تتغسلي بيها دلوقتي. اوع اوع هبهدلك. مستحيل. انت بتزقي ايدي؟ ايوه. يا بنت اوعي، انت قويه كده ليه؟ اها. طب ماشي، احنا نشوف بقى الموضوع ده. هنروح على البحر على طول بس. نشوف مامي الاول ونستاذنها وبعد كده نخلص. اهلا اهلا غدغوده. توقفي توقفيها ليه؟ ما تقعدوا. بقول لك ايه يا سليم، انا كنت عاوزه اتكلم معاك في موضوع. انت تؤمريني؟ انا عايزه معتز يحضر حفله عيد ميلاد دره النهارده. عايزه مين؟ معتز. يعمل ايه؟ ايه في ايه يحضر عيد ميلاد دره؟ انسي. ليه؟ معتز ما يخرجش. انت لسه عامل فين السنه في الحفله؟ ايوه يا جماعه، بس دره مصممه ان انتوا كلكم تحضروا حفله عيد ميلادها النهارده. خلاص هي اللي تقنعه. يا جماعه يا جماعه، ده عمر عشان يقنعه يخرج بره المطبخ بالنهار. عارفين عمل له ايه؟ ايه؟ عمل له عمل. شفتي؟ عمر؟ ايوه عمر. خلاص يبقى هو بقى اللي هيقدر يقنعه يخرج من المطبخ. مستحيل طبعا. يا بنتي ده عايش في فيلم رعب. انتوا على فكره بتدانوا في مطبخ. قولي لها. في ايه يا جماعه؟ طب حتى نحاول. حاولوا. مالناش دعوه. حاولي انت. بقول لكم ايه، انا هتكلم معاه بنفسي خلاص؟ وانا اندهولك يا عمر. في حاجه عايزه تضيفيها على المحضر ست ساميه؟ لا يا سعاده الباشا، كتر خيرك. ولا انت يا رباب؟ انا عايز اتكلم يا باشا. اتفضلي يا باشا. حضرتك قلت ان كل اللي شهدوا شهدوا ان انا ماشي بطال، وان انا والست الغلبانه دي اللي جايبيني نفسنا المرازيه بسبب اللي بيني وبين تلاعب. بس مفيش كلب فيهم يا باشا قدر يقول لك انه حاول يشمشم ورايا بدل المره اتنين وتلاته.
ولا حد قدر يقولك انه اتضرب مني بالشبشب قبل كده، بالذات الكلب اللي اسمه برادو ده. اكيد ما قالكش ان انا فضحته في المنطقه كلها لما حاول ينط طرف عبايتي، حتى الولايه الواطيه مراته يا باشا في التحقيق يعني ثبتني بشرفي. يا باشا اللي ما بيطولش ما بينساش، وعمره ما لسانه بيقول انه كلاش. الناس في البلد دي بيستكبروا يستنضفوا البيت اللي تعري وسختهم عشان ما يبقوش وسخين لوحدهم. ده داء وداير يا باشا. عارف يا باشا، عارف الناس دي حلها الوحيد ايه؟ الناس دي حلها الوحيد ان انا ادلو على خلقتي ميه نار عشان هم يهمدوا، بس انا ما بدلقش يا باشا وما بخافش، وعمري ما هتكسف من نفسي يا باشا. انا قلت اللي عندي يا باشا، وحضرتك شوف اللي يلزمك. واقفل المحضر في ساعته وتاريخه. امضي يا بابا. قطمت لي وسطي شايل قوي، محتاجه تعملي دايت على فكره. ينفع كده؟ شيل يا مان. انا وزني 27. 27 كيلو بحالهم يا مفتريه. وانا السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. الحين سمعت احلى خبر في الدنيا. صابرين مرتي حامل. مبروك. يبارك في عمرك يا حبيبي. مبروك. الله يبارك في عمرك. اخيرا يا مديح. اخيرا يا عمر. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خلاص بقى، يبقى انت وهي لازم تيجوا عيد ميلاد دورها النهارده. كل سنه وانت احلى. وانت كمان احلى. طيب المفروض ان اليوم ده يبقى مناسبه عندكم انتوا كمان، ما هو ده اليوم اللي انتوا عرفتوا فيه الخبر الجميل ده. ايه اكيد طبعا. ايوه. يعني هتيجوا؟ ما نقدر نرفض. يس. خلاص بقى كده يا جماعه، انتوا كلكم جايين عيد ميلاد دورها النهارده. ان شاء الله. ان شاء الله جايين. بس يا عمر في مشكله صغيره كده، وانت يا بطل اللي هتحلها. مشكله ايه؟ معتز. اوبا، معضله ده. ماله معتز؟ مش هيقدر يجي يا دور. ليه؟ علي عفريت. العبط ده. كده. دور بيحيف؟ ايه؟ سوري ما. بيني وبينك عندها حق. بيني وبينك حلوه بيهم دي يا عمر. طب ما هو ايه الحل برضو يا عمر؟ ما هو برضو ما ينفعش ما يجيش. وسولي قال لي ان انت الوحيد اللي تقدر تخرجه من المطبخ. المشكله مش في المطبخ. اه هو ممكن يخرج بالليل عادي، بس يقعد وسط ناس اغرب صعب جدا. ايه ده ايه ده؟ وليه كل ده اصلا؟ لا ده موضوع طويل. هو انا ممكن احاول بس بشرط. ايه؟ تيجي حضرتك ومامي معايا عشان نقنعه. ولا موافقه. هينفع؟ نحاول. يلا بينا. يلا بينا. قومي. يلا سنديني بقى عشان والله ظهري بايظ خالص بسببك. قومي يا عمر قومي. واجي وراك. قوية قوية قوية. أنا اللي قوية. أنا اللي قوية. قوية. أوب وقف وقف هنا. ثانية واحدة. يلا تعالي. يا معتز. معتز انا عمر يا معتز. اتفضل يا عمر. ايه يا عم الحاجات الحلوه دي؟ دي اجل حاجه عندينا. ملك والله العظيم. انت ملك يا ابني. الملك لله. اعمل لك حاجه تاكلها؟ لا ماليش نفس. تعال لي بره بس شويه كده عشان في ناس عايزين يشوفوك. خصيمك النبي لو بتعزني، انا لا عايز حد يشوفني ولا عايز اشوف حد، خصوصا في المنطقه ديت. الله يبارك لك يا ابني. دول من هنا من سينا، ما تخافش. ان شاء الله يكونوا من التقفيزه ذات نفسها. انت عارف مدام غاده مرات ادهم بيه وبنتها دره؟ ما اعرفهمش، بس هم بقى عارفينك وعايزين يشوفوك. يا جدع صدقني، دول لا ليهم علاقه لا بالصعيد ولا بالصعايده. واصل يا جدع، ما فيش حاجه تخوف. على ضمانتي. على ضمانتك؟ قلت لك على ضمانتي يا اخي. على ضمانتك يا جدع. على ضمانتي. اقطعك واقطع سيرتك. يلا. طيب ربنا يلطف. هم على ضمانتك. على ضمانتي يا ابني. هم يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيف معتز؟ هاي. سلم. الله يخليك. ده انا سمعت عنك ايه؟ اساطير. لعله سمع خير ان شاء الله. اكيد طبعا. ده حتى والله ادهم كان نفسه ياخدك عندنا هنا في مطبخ الريزورت، بس بصراحه كده يعني سليم قال له كله الا الشيف معتز. الله يخليك، ده من فضل ربنا علينا يا ست هاني. بس احنا بقى يا سيدي عندنا مناسبه مهمه جدا النهارده، وعاوزينك تخدمنا فيها بقى. خير ان شاء الله. عايزينك انت. كيف يعني؟ انا هفهمك يا سيدي. النهارده عندنا عيد ميلاد دره، وعامل لها يعني كده حفله صغيره في الريزورت، وهي بيني وبينك مصممه تعزم كل اللي في التقفيصه هنا وفي الريزورت.
معلش خليها مرة تانية يا مدام. الله يخليك. مرة تانية دي يعني السنة الجاية. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. إن شاء الله أنا هعمل لك أكلة تاكلي صوابعك وراها. No way. كيف يعني؟ يعني No way. كيف يعني؟ يعني مستحيل يا أخي. أصلا في الحقيقة يعني ما جبتلكيش هدية وما ينفعش أدخل عليكي وإيديا فاضية. إن شاء الله أجيب لك هدية كده تليق على مقامك إن شاء الله السنة الجاية. أنت تيجي تبقى جبت هدية. أنا بصراحة لو حد زي ضر قال لي جملة زي دي ما أقدرش، مستحيل أكسر بخاطرها. ربنا ما يخلي حد يكسر خاطر القمر دي. يعني إيه؟ يعني إيه؟ مش رايح يا جدع. أقول يا رب. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص هستناك. خلاص كده هو وعدك إنه جاي. ربنا يسهل. ربنا يسهل. لا جاي. ديل؟ يعني ديل. قول ديل. قول ديل. ديل يعني اتفقنا. شفت؟ في الاخر كامل اخويا ده الوحيد اللي ماليش غيره. لما حس ان هو متغير او في ست ممكن تكون ملخبطاه يبقى لازم اطمن واعرف هي مين وايه اللي ملخبطه منها. لو كويسه وخير يبقى على خير الله. اما بقى لو بتعمل كده فراغة عينه وطمع يبقى لازم الاقي طريقه واتصرف. بس هو انا اصلا ما بشوفش الباشمهندس كتير، ده تقريبا نادرا لما بدخل مكتبه. اصل باشمهندسة عليا هي اللي بتتعامل معاه على طول، دي حتى عاملة نظام في الشغل يخلينا ما نتعاملش معاها بطريقة مباشرة، وأي غلطة بتحصل من عندنا هي اللي بتتصدر على طول في الموضوع. أيوة مين بقى الباشمهندسة عليا دي؟ ده المدير التنفيذي بتاعتنا حضرتك. جديدة؟ لا يا مدام، حضرتك بس اللي بقالك كتير ما بيجيش المكتب. باشمهندسة عليا تقريبا بقالها معانا في الشركة سنة وشهرين تقريبا. عندك حق، أنا فعلا بقالي فترة ما جيتش المكتب. متجوزة الباشمهندسة عليا دي؟ لا مش متجوزة. ولا مخطوبة؟ متهيألي لا، اصلها مش لابسه دبله في ايديها. علاقتي بيها ايه بالظبط يعني؟ عادي شغل. ايوه يعني بتعملك حلو؟ بصراحه هي ست حقانيه بتاعت شغل، لا بتعملنا حلو ولا وحش. حتى اي غلطه بتحصل من عندنا زي ما قلت حضرتك هي اللي بتتصدر في الموضوع على طول. طب بصي يا ندى، انا محتاجاكي تساعديني. مساعد حضرتك في ايه يا مدام؟ عايزه اعرف علاقتها بكام اخويا واصله لحد فين. طب بس انا دي هعرفها ازاي؟ انتي وشطرتك. كل ما تكوني شاطره معايا اكتر كل ما اقدر خدمتك ليا اكتر. على فكره انا بعرف اقدر اللي بيخدموني كويس.
قول يا زميلي، اديني جيت لك في المكان اللي انت قلت عليه اهو. ايه المصلحه اللي انت عايزني فيها؟ انت بتعمل ايه دلوقتي يا تلج؟ في ايه؟ في الدنيا مستني. ياب ما ترد عدل ياب، مستني ايه؟ مستنيها تسلك. من قاله سلك؟ معلم امريكاني من ساعه ما قال لي استناني واديني مستنيه. الله، طب انت ممكن تفضل مستني وهو شخصيا ينسى انك مستني. طب اعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه، في راس مال كبير لو حطينا ايدينا عليه ممكن يغطينا سنين ونشتغل منه كمان، بس انا معاهد نفسي ان انا اجيبه من اللي سرقه الاول. راس مال كبير؟ كبير قوي. وده مين اللي سرقه؟ امريكاني. معلم امريكاني؟ معلم امريكاني عمره ما كان عليه فلوس لحد، طول عمره بيخلص شغله اول باول، والسوق كله عارف كده. ده السوق، عشان السوق لازم يبقى فاهم كده، انما الكلام اللي في الحيطان ده كلام تاني. بقول لك ايه، كلنا عارفين كويس قوي ان الفلوس اللي شغال بيها امريكاني دي فلوس ام ميرفن، حتى البضاعه اللي اتمسكت يوم المخزن برضه بضاعه ام ميرفن. امريكاني ما حطش جنيه من فلوسه لحد النهارده، بيكبش من مكسبه بس. دول يطلعوا كام يعني؟ يعني 6 مليون. 6 مليون وشويه. شويه؟ ده شويه دول يطلعوا كام يعني؟ يعني يجي 340 350 باكو. 340 350 باكو؟ ده انا لو اشتغلت طول عمري عند المعلم الامريكاني مش هعمل ربعهم. اه احنا بقى لو حطينا في دماغنا ان احنا نجيب ال 6 مليون وشويه دول هنوفر على روحنا بقيه السنين. وانت فاكر بقى ان المعلم الامريكاني هيسيب لك الفلوس دي تطلع من تحت درسه بالسهل؟ نعمل بقى اللي نقدر عليه يا زميلي. طلع لهم فلوس، طلع لهم بضاعه، طلع لهم شويه كده على شويه كده، خدنا روحي وجبناهم. المهم نوصل للفلوس ونديها لام ميرفن ونبقى عملنا معاها الصح. طب ما احنا كده ما نبقاش كسبانين حاجه يا اخي. مش مهم نكسب حاجه، مش يمكن انا مش مستني حاجه. بس ما تقلقش، حقك محفوظ، بس هستأذنها الاول يعني عشان ابقى واخدهم بالرضا. وهتسألها امتى؟ بكره هديك كلمه. ولحد ما نجيب الحاجه هي شايله المصاريف؟ اي حاجه هتصرف من ناحيتي ولا من ناحيتك عليا. وهنبتدي من امتى؟ من دلوقتي لو تحب. لا خلينا بعد بكره، انا بكره هروح اسهر سهرها مع الرجاله كده واودعهم، ولما هلاقي لي وابقى تحت امرك. يعني نقرا الفاتحه ولا سيبك تفكر مع روحك شويتين؟ نقراها يا زميلي، بس ده ما يمنعش يعني اني مستني رد بكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا خلاص ظبطت الدنيا الحمد لله، من بكره الصبح هجيب الناس تشتغل في مركز الغطس. اوضتك بالشكل اتفقنا عليه، امي؟ امي يا معلم. يلا توكلنا على الله. وانا يومين ثلاثه بالكتير وابعت لك فلوس. يا عم صل على النبي بقى، احنا بتوع بعض. لا بقول لك ايه، تمشي ورا دماغي في الموضوع ده بالذات يا عم سولي. يا عم اللي انت شايفه. بس كده. ماشي. هتوحشنا والله يا عمر. والله وانتوا كمان هتوحشوني. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام. اهلا اهلا. ازيك يا ولدي؟ ازيك يا جراح؟ تمام زي الفل. خلاص نويت؟ نويت. ابقى اوصلك وارجع لهم تاني. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم يا حبيبي. حبيبي. السلام عليكم. باي باي. سلام يا رجال. ايه بقى؟ مرحبا بك. ازيك يا سالك؟ الحمد لله. اخبار رجلين ست كل النهارده ايه؟ الحمد لله كويسه. شده وتزول. الله يخليك. منور يا سالك. الله يحفظك. انا معلقه على الشاي، تشربوا معايا؟ يا ريت والنبي يا بودة. وانت يا سالك تشرب ايه؟ ان شاء الله استرك. حاضر. الا خير، الاستاذ صفو تتاخر ليه؟ ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ معلش زمان على طول. يا سالك ما انا قلت لك نروح له، احنا انت اللي ما رضيتش. ما انا قايل لك ان انا متفق معاه ان هو اللي هيجيني. يو يا سالك معلش بقى، حقك عليا، اصلا دماغي اخويا خلاص هتولع. معلش شويه وهنفهم كل حاجه. انا اللي قاهرني يا اخويا حاجه واحده، ان احنا اخر مره لما كنا عنده كان مطمنا على الاخر، ساعه البتاع الجنائي بتاعه ده بتاع الشقه الايجار. معلش معلش اهدي بس كده علشان لما يجي نفهم هيقول لنا ايه. ماشي يا سالك انا هادي اهو. الشاي. شكرا. خليك يا سالك انا هفتح. خليك. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ازيك؟ اتفضل. التحقيق كان امبارح وهيكتبوا لها خروج من المستشفى بعد بكره وهيحاولوا